السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الباك في الجزائر، معاناة الباك اي سا ريبيركوت سور ليكونومي ناسيونال، راه يتأثر على الاقتصاد الوطني، بحيث هناك مجموعة كبيرة من الاقتصاديين يستعملوا الانترنت، وكاين الناس اللي عايشين بالانترنت بالبيع وما يشبه. شكون اللي يعوض لهم هذه الخسارة؟ يبورتون الدستور يعوض الناس هذو. الله غارب الناس ما يعرفوش القوانين. الباك هذا اللي ولا عقدة في الجزائر منذ نهار كان الوزير بن محمد اللي حب يدير منظومة تربوية مليحة وراح تفيد الجزائر، وين لا فاميز غولف اللي جابت لي سوجي وافيك دي سوليسيون، جابت موضوع ما الحل تاعو من تما، وهي الباك يتريشيو فيه. المهم على ما يقدرش يخدموا يأسوا مليح هذه الباك وقاعتك سهلة. من المفترض الأب يوصيو الآباء باللي كونكور ما يخليوش ولادهم اللي عندهم الباك يروح يجوز الباك وعنده لو بورتال. كاين الحل الثاني، دوك عندنا لو كود كيل، ولا اللي عندنا واش يعيطولو كود ابار. دونك واش يستعملو؟ نحكم لك انت في الباب كاين ان سيستم نجم نعرف باللي كونكور عندك حاجة الكترونيك راهي مخبية في كل سونتر ديكزامان. مع الدخلة صباح ربي نص ساعة قبل الآخر باش يدخلوا الدراري، نعقبوا بهذاك الآخر، منها ندير ليدونتيفيكاسيون انت التلميذ ولا اللي راح يتجوز الباك، ومنها نعرف اللي عنده كاش حاجة إلكترونية راهو عنده في الآخر، نحط لها الكود بار ونخزنها في والله نخليها عند الناس اللي يخدموا ولا الشرطة اللي تخدم تما. كي يكمل الباك مع العشية يريكوبر نص ساعة تاني واحدة أخرى، تي ريكوبر لو تيليفون تاعك. هذا كاينة حاجة واحدة أخرى، قال لك تعطي توصيات ولا كما نقولوا احنا باش الطفل ما يزيدش يكوبي. قال لك فوالا راهي عندك عقوبة باللي نحيلك 5 سنين ولا 6. هادو قادرين نديروها بلا ما نقيسو الناس المجتمع، نحيو لهم الانترنت. لكن شكون اللي تسمع في العالم قاعدك؟ كي يدخل السونتر ديكزامان لو تيليفون يتحط افيك ان كود ابار. كي يجي داخل بهذاك الكود يعرفك باللي واسمك فلان بن فلان كلش فيه. دونك الله غالب في الجزائر ما زلنا بهذاك السيستم، نقطعوا الماء نقطعوا كلش. كي يجي ماشي يقطعوا بار ريجيون تاع الماء، يبداو يقطعوا بور تو الموند، يقطعوا تريسيتي يقطعوا بور تو الموند. الله غالب هذه هي الجزائر باش نوليو المسار تاع التقدم. يا حسرة. المهم تصبحوا على خير.